ايه سلامات يا حلوين. اليوم هو التيست نمبر 2، الامتحان الثاني للدورة تبعنا. اول سؤال حيكون بدي وصل الاحرف بهذا الطرف مع الاحرف بهذا الطرف. يعني عندي A capital بدي وصلها مع الـ A small تبعها. يعني إذا بدي أرسم خط بين الـ A capital والـ A small، فاللي مطلوب منكم إنكم تلاقوا الـ small letter للأحرف اللي موجودة هون. عندي A capital بدي وصلها بالـ A small. نفس الشيء بالـ B capital، C capital، D capital. بدي لاقي بهالمجموعة هاي وين الـ small letter ووصلهم مع بعضهم. أوكي؟ فبدي إياكم تكتبوا الأحرف بالضبط مثل ما موجودين هون وتوصلوهم مع بعضهم وتقولوا A B C دي. هاي أول سؤال. نجي لتاني سؤال. تاني سؤال بدي اياكم تلاقوا حرف الـ R وحرف الـ I، طبعا هدول small، وبدي اياكم تحطوا circle. يعني R بدي احط circle على الـ R. اوكي، نمحيها. نفس الشيء far بدي لاقي حرف الـ R، sit بدي لاقي حرف الـ I، big بدي لاقي حرف الـ I. نفس الشيء السؤال الثالث بدي اياكم تحطوا دائرة حوالين الحرف fur، run، fox، box. بتحطوا دائرة حرف الـ U وحرف الـ O. نجي للسؤال الرابع. نفس الشيء مثل السؤال الأول، بدي اياكم ترسموا وتوصلوا الكابيتال لتر مع السمول لتر وتقولوا الحرف U V W H، وبدي وصلهم ولاقي اليو الكبيرة مع اليو الصغيرة ووصلهم وارسمهم وارسم خط بيناتهم. هاي السؤال الرابع. السؤال الخامس، هلأ بدي اياكم تكتبوا السمول لتر. عندي X capital بدكم تكتبوها وتقولوها، X small، Y capital، Y small، G capital، G small، و H capital و H small. هاي السؤال الخامس. نجي للسؤال السادس. عندي هلا small letters الأحرف الصغيرة، بدي اكتب الكابيتال الأحرف الكبيرة، P small، S small، E small، Q small. بدي اكتب الأحرف الكبيرة تبع ال P small، بدي اكتب P capital، S E Q. هاي السؤال السادس. السؤال السابع هو سؤالين، 7 و8. بدنا نكتب الأرقام اللي أنا مالي كاتبتها وحاطة خط تحتها، يعني ونلفظهم نقولهم كلياتهم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. نفس الشيء لهون كمان، نفس الشيء بدي اكتبهم 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. يلا موفقين يا صبايا، لهون بنتهي الامتحان.